تحياتي ليك يا كابتن ميدو، تحياتي كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع ياسين وكابتن عادل عبد الرحمن، وايضا تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. مباراه اكيد غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي النهارده امام فريق المقاولون العرب في الاسبوع رقم 23 من بطوله الدوري الممتاز، واللي هي اكيد مباراه مهمه للجهاز الفني واللاعبين في مشوارهم لبطوله الدوري والحفاظ على البطوله للموسم الثالث على التوالي. بالتالي اكيد النهارده مباراه ثانيه امام فريق المقاولين في اقل من اسبوع، بالتالي اكيد هتكون مباراه اكثر صعوبه، خصوصا في عوده بعض العناصر اللي كانت غائبه عن المباراه الاولى بالنسبه لفريق المقاولون العرب. لكن خليني سريعا يا كابتن ميدو ابتدي معاك بتشكيل النادي الاهلي. في حراسه المرمى محمد الشناوي، ناحيه الشمال موجود صبري رحيل، ايضا اثنين كمساكين ايمن اشرف محمد نجيب، وناحيه اليمين هيكون متواجد احمد فتحي. في نص الملعب حسام عاشور وعمر السوليه، امامهم الثلاثي عبد الله السعيد جونيور اجاي وباكاماني مالامبي اللي بيبتدي المباراه الثانيه على التوالي في تشكيل النادي الاهلي الاساسي، وايضا هداف الدوري وليد ازارو المهاجم المغربي الدولي بالنسبه للنادي الاهلي. ده بالنسبه للتشكيل او ال 11 لاعب اللي هيبتدوا هذه المباراه يا كابتن ميدو. بالنسبه طبعا للبدلاء واللي اختارهم كابتن حسام البدري لهذه المباراه، كل من علي لطفي كحارس مرمى، هشام محمد واسلام محارب، وليد سليمان، محمد عبد المنعم، وكريم ندفد، وصلاح محسن. دول بدلاء النادي الاهلي لهذه المباراه، وده التشكيل بالبدلاء اللي اختاره كابتن حسام البدري علشان يكونوا متاحين من خلال طبعا هذه المباراه على حسب الرؤيه الفنيه لكابتن حسام البدري. بالنسبه للمستبعدين يعني كابتن حسام بدري كان في البدايه مختار 22 لاعب، تم استبعاد اربع لاعبين وهم رمضان مصطفى حارس المرمى، احمد حمودي واكرم توفيق، ومحمد شريف وافد النادي الاهلي الجديد والمنتقل حديثا من فريق وادي دجله. واللي يمكن كان في كلام كتير بالمناسبه يا كابتن ميدو بالامس على محمد شريف بالتحديد، وهو استبعاد الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري هذا اللاعب من القائمه الافريقيه. لكن للتوضيح لكل جمهور النادي الاهلي ان محمد شريف لم يتم كده من الاساس في القائمه الافريقيه، فبالتالي هذا الموضوع غير صحيح بالمره. محمد شريف اصلا ما تمش قيده وما تمش اصلا استبعاده بالنسبه للقائمه الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن من الممكن استدعاء محمد شريف في الفترات المقبله لقيده في القائمه الافريقيه، وخصوصا بعد الانتهاء من دور ال 32 في هذه البطوله المهمه ايضا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، وبينتظرها اكيد كل جمهور النادي الاهلي بفارغ الصبر بعد غياب فترات كبيره. لكن خليني اروح معاك لتشكيل المقاولين العرب، وطبعا بيقوده كابتن محمد عوده واللي بيأدي موسم اكثر من رائع مع هذا الفريق واللي بيحتله في هذه الفتره المركز الثامن. يمكن في حراسه المرمى رقم واحد محمود ابو السعود، في خط الدفاع كل من محمد سمير، خالد عبد الرازق، محمد سمير رقم خمسه، خالد عبد الرازق رقم سته، محمد فاروق رقم سبعه، احمد علي محمد رقم سبعه رقم 12، محمد ابراهيم سوسته رقم 17، ترك جبرين وهو احد اللاعبين المميزين رقم 19، ايضا محمد شوقي غريب رقم 22، احمد علي كامل المهاجم طبعا رقم 23، ابراهيم صلاح اللي بيعود لفريق المقاولون العرب ويشترك في التشكيل الاساسي النهارده رقم 25، وايضا طاهر محمد طاهر رقم 77. ده التشكيل الخاص او التشكيل الاساسي الخاص بفريق المقاولون العرب. بالنسبه للبدلاء احمد الشامي رقم 2، رامي عادل اللي كان اشترك في المباراه السابقه كاساسي النهارده على موجود على دكه البدلاء رقم 4، اسلام فؤاد رقم 10، حسام باولو رقم 13، عبد الرحمن خالد رقم 14، ايضا محمد ناجي جدو اللاعب المخضرم ولاعب النادي الاهلي السابق رقم 15، واحمد عربي هو حارس المرمى البديل رقم 18. ده بالنسبه لتشكيل الفريقين يا كابتن ميتو. اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، لكن بالتحديد ايضا عايز اتكلم عن شريف اكرامي واللي يمكن كان في كلام عليه خلال الامس ايضا وغيابه عن النادي الاهلي في هذه المباراه، حتى عدم وجوده على دكه البدلاء. غياب شريف اكرامي فني ليس الا من قبل الكابتن حسام البدري، و من خلاله تم استدعاء الحارس الثالث رمضان مصطفى اللي تم ايضا استبعاده من قائمه ال 18 في هذه المباراه. بشكل عام نتمنى النادي الاهلي ان شاء الله يقدم مباراه اكثر من رائعه النهارده من حيث الاداء والنتيجه علشان يقدر يحصل ثلاث نقاط هتكون مهمه جدا وهتفرق طبعا قبل هذه المباراه. رصيد او طبعا فارق النقاط ما بين الاهلي والاسماعيلي 11 نقطه بعد تعادل الاسماعيلي في المباراه السابقه امام فريق الداخليه بنتيجه 0-0. بالتالي في حاله فوز النادي الاهلي ان شاء الله في هذه المباراه هيضيف لرصيده ثلاث نقاط، هيوصل للنقطه رقم 60 وهيتسع الفارق مع فريق الاسماعيلي ل 14 نقطه عشان النادي الاهلي يقترب بشكل اكبر من حسم هذه البطوله بطوله الدوري العام واللي اكيد بينتظرها كالعاده كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. عوده للكابتن ميدو.